هو الفريق الفتو بنلعب بأرضنا ومباراة صعبة جدا. بدك تحاول، برجع بقول بدنا نحاول نكسب النقاط، بدك تحترم الخصم بشكل كتير إيجابي، عم بلعب على إمكانيات اللاعبين، ما بقدر أفتح الملعب بشكل كبير، أنا حسب نوعية اللاعب الموجود عندنا بصراحة عم بيأدوا أداء جيد جدا حسب الإمكانيات المتواجدة. بصراحة عم نلعب بحرص بعض المحلات، بدي ألعب تفاصيل وجزئيات صغيرة بالمباراة القادمة، إن شاء الله بيكون التوفيق حليفنا بالمباراة. كل يوم هل أنت قادر على أنك تلعب الدورين، الشق الهجومي والشق الدفاعي؟ إذا لاحظت اليوم أنا في عندي 3 لاعبين بأرض الملعب هن خارجين من محل الإصابة، يعني اليوم عبيد بصيلي لاعب اللي كان راجع من الإصابة، في لاعب ثاني رجع من الإصابة، في لاعب ثالث تبدل أول 5 دقائق، يعني اليوم برجع بلك أنا عم بلعب على إمكانيات اللاعبين اللي موجودين عندي، يعني يوسف قلفة كان راجع اليوم لسه عم يتحضر لحتى يدخل بهذا المكان، محمد زين ومانو قادر بدنيا يلعب الساعة ونص بشكل كتير ايجابي جيد، عم يلعبوا بشكل رائع، برجع بقول لك حسب الامكانيات، بتقول لي انه نحن عم نلعب على نقطة، بقول لك انه ما بدنا نفقد النقاط، يعني ما بقدر بجازف لانه انا اذا جازفت بمرحلة من المراحل صعب التعويض علينا، صعب كتير التعويض. اولا بدي احكي بس كلمتين، مبروك لنا كلاعبين كجمهور اللي ما بيتركنا رقم واحد، وهارتك لادارتنا. هاي انا مسؤول عن كلامه، ومثل ما حكى الكابتن الضغط اللي عم نمر فيه، يعني هي اسوء موسم بمر على نادي الطليعه، بعمره ما كان هيك نادي الطليعه، ضغط المباريات، فريق كرم ما فريق سهل، فريق صعب بالدوري، وعم نلعب مثل ما حكى الكابتن عم نلعب مع فريق عم بينافس على الدوري، وعم نلعب مع فريق عم بينافس على الدوري، يعني هي كمان عم بيأثر، وضغط الدوري عم بيصير عندنا جمعه اثنين ثلاثه، يعني فريق في حال اصابات كثير، وعم بيدخلوا لاعبين وعم بيلعبوا هن على الاصابات، الحمد لله يعني عم ساول علينا ان شاء الله كله خير. اليوم فرق الدوري السوري كلها متقاربه بكافه المستويات. انا ممكن انا اختار احيانا اسلوب لعب مع فرق يمكن تكون منظمه اكثر، يعني ان كان فرق المنافسه على اللقب، انتج احيانا اسلوب دفاعي واحترم خصم واحترم امكانيات لاعبيني والعب على المرتدات. انا اليوم بارضي عم بلعب، فانا بعتبر حالي انه ما جازفت، بس لكن لعبت انا بنفس هجومي، وانت والدليل انت وتصل لمرمى خصمك 3 مرات أو 4 مرات يعني بفرص مؤكده تسجيل وما سجل، هذا الشيء يعتبر جيد. وانا بيهمني اكثر شيء باللاعبين دائما بركز انه انا اصلا لمرمى خصمي، انا ما بدي انتج اسلوب لعب الطويل واللعب التجاري، انا بدي العب كره قدم اصل فيها لمرمى خصم او المناطق الدفاعيه لو 20 مره بالمباراه، هذا الشيء انا بكون اخذت بالديا من اللاعبين. بالنهايه مساله التسجيل هي مساله متعلقه بتركيز اللاعب بامكانياته وبضغوطه، ضغوطات المطبقه عليه بارض الملعب. كنا نطمح للفوز التالي، نطمح للفوز التالي يعني، بس الحمد لله يعني الهدف المبكر اربك الحسابات كلياتها، يعني نحن كنا نطمح اكثر من هيك، وان شاء الله باللعب الجاي نحاول يعني نحن نتغاضى عن المسجل فينا يعني بهدف مبكر، ان شاء الله يعني بنعوض باللعب الجاي.